بكم مجددا متتبعي قناة تعلم واستفيد. إذا في هذه الحصة سنشتغل على التطبيقات الكتابية وكذلك على الإملاء. إذا النشاط الأول لدينا أحول حسب المطلوب. إذا عندنا هذه الجملة، قرأت البنت القصة. إذا أنت مع الضمير أنت ماذا سنقول؟ أنت قرأت القصة. إذا أنت قرأت القصة، هكذا أنت قرأت القصة. ثم أنت، إذا أنت سنقول أنت قرأت القصة، بحيث هذه كلمة البنت غتحذف هنايا في هذا التحويل اللي غنديرو هنا، ما غتبقاش. أنت قرأت القصة. إذا أنت قرأت القصة. ثم هو، إذا هو شنو غنقولو؟ هو قرأ القصة. وهي، إذا هي قرأت القصة. هكذا. ثم ثانيا، إذا لدينا أصل كل كلمة بما يناسبها. إذا عندي هنا القراءة، القصة، النافذة. نشوفوا كلمة القراءة، هل سنقول القراءة مفيدة أم مفتوحة أم مسلية؟ إذا طبعا الكلمة اللي كتناسبها هي مفيدة. إذا سنقول القراءة مفيدة. ثم القصة، كيف هي القصة؟ هل هي مفتوحة أم مسلية؟ إذا طبعا الكلمة المناسبة هي مسلية. إذا القصة مسلية. ثم بقي لنا النافذة مفتوحة. نمر للإملاء. إذا أكتب الألف، إذا ألف مقصورة أو ممدودة في مكانها المناسب. إذا لدينا ليلى. إذا هنا غنكتبوا الألف، هنا غنكتبوها هكذا مقصورة، ولا بغينا نقولوا علاش؟ حيت مسبوقة بفتحة، جاتنا في كلمة فيها أكثر من ثلاثة ديال الحروف وقبل منها فتحة. أما هنا دنيا، هنا غنكتبوها ممدودة. علاش؟ حيت حتى هنا جاتنا في كلمة فيها أكثر من ثلاثة ديال الحروف ولكن مسبوقة بياء. ملي كتكون هاد الألف قبل منها الياء كنكتبوها ممدودة، ولا ما كانتش قبل منها الياء وكانت الكلمة فيها أكثر من ثلاثة ديال الحروف كنكتبوها مقصورة هكذا. ثم أنا، إذا هذا ضمير منفصل، أنا غنكتبوها ممدودة. الأولى، إذا هنا غنكتبوها مقصورة. علاش؟ بحالها بحال ليلى. علاش؟ حيت أولى هذه كلمة فيها أكثر من ثلاثة ديال الحروف وما كاينش قبل منها الياء. نفس الشيء مصطفى غنكتبوها مقصورة هكذا، لأنها مسبوقة ب غير مسبوقة بياء، والكلمة فيها أكثر من ثلاثة ديال الحروف. التطبيقات الكتابية مرة أخرى لدينا، أضع كل كلمة في ظرفها المناسب. إذا عندنا هنايا كلمات، عندنا بشرى وعندنا عصا وعندنا موسى وعندنا دانا. إذا اللي مكتوبة بألف مقصورة غنكتبوها في هذا الظرف، واللي فيها ألف ممدودة بحال هذه غنوضعوها في هذا الظرف. نبداو ببشرى. إذا بشرى لاحظوا فيها ألف مقصورة، إذا غتكون في هذا، نوضعوها في هذا الظرف. إذا بشرى، ثم عصا. إذا عصا لاحظوا فيها ألف ممدودة، إذا غتكون في هذا الظرف عصا. ثم عندنا بعد ذلك عندنا موسى، إذا فيها ألف مقصورة، إذا غنوضعوها في هذا الظرف موسى. ثم دانا، إذا دانا فيها ألف ممدودة غتكون في هذا الظرف دانا هكذا.
بعد منها عندنا هذا النشاط الثاني، اكتب الف ممدوده او مقصوره في المكان الفارغ. عندنا موسيقى، اذا موسيقى لاحظوا هذه الكلمه فيها اكثر من ثلاثه ديال الحروف، والالف هنايا غير مسبوقه بالياء، ما كايناش قبل منها الياء، لذلك غادي نكتبوها مقصوره هكذا. ثم هنا، اذا هنا معروف انها تكتب بالف ممدوده. عصا، عصا بحالها هي شفناها هنايا، غادي نكتبوها بالف ممدوده ايضا، عصا عصواني، الاصل ديالها هو الواو. ثم دعا، اذا دعا يدعو، اذا هذه الاصل ديالها واو، اذا غادي نكتبوها ممدوده ايضا، دعا هكذا. ثم على، اذا على عندنا على اللي هي حرف جر كنكتبوها مقصوره، وكاين على اللي فعل على يعلو كنكتبوها ممدوده، حنا غنكتبوها مقصوره، غنعتبروا هذه حرف، هذه نعتبرها حرف جر، على هكذا. بعد ذلك لدينا حتى، اذا حتى هذا حرف ايضا كتكتب فيه مقصوره هكذا. جرى، اذا جرى يجري، الاصل ديالها ياء، اذا هنا غنكتبوها مقصوره هكذا. ثم هدايا، لاحظوا هنايا كاين قبل منها الياء، والكلمه فيها اكثر من ثلاثه الحروف، اذا هذيك قلنا كنكتبوها ممدوده هكذا. ثم عندنا دنيا، دنيا بحالها بحال هدايا، كاين قبل منها الياء، والكلمه فيها اكثر من ثلاثه الحروف، اذا غنكتبوها ممدوده هكذا. ثم بعد ذلك عندنا انثى، اذا انثى هذه كلمه فيها اكثر من ثلاثه ديال الحروف، وما كاينش قبل منها الياء، كاين قبل منها غير كلمه مفتوحه، اذا غنكتبوها مقصوره هكذا. اذا هكذا ننهي تمارين وانشطه هذه الصفحه التاسعه والعشرون. اشكركم على حسن المتابعه، ولا تنسوا متابعه القناه باستمرار من أجل التوصل بجميع دروس هذا المرجع، مرجع مرشدي في اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي، وكذلك مراجع وكتب السنوات الأخرى والأقسام الدراسية الأخرى. إذن شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء في فرصة لاحقة إن شاء الله.